أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا الناس اعتادوا على لبس البنطال مع القميص الصغير، وبعض الناس يقولون هذا لبسه حرام بحجة أنه تشبه بالكفار، نرجو منكم توضيح المسألة وما هو الضابط في التشبه بالكفار. البنطال لباس شائع بين المسلمين اليوم، ومن العلماء من منعه للرجال والنساء وقال إن فيه تشبها بالكفار وأنه من ألبسة الكفار، ومن أهل العلم من أجازه بشروط، وهذا هو الراجح والله أعلم أنه جائز بشروط، لأن البنطال مثل السروال، والسروال معروف من ألبسة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب تتسرول وتتزر، فتلبس الإزار وتلبس السروال، ولا زال من أحبابنا المسلمين في باكستان وأفغانستان وغيرها من يلبسون السراويل ويلبسون فوقها قميصا يصل أحيانا إلى الركبة وأحيانا دون ذلك. فتبين بهذا أن اللباس الذي يكون على أسفل الجسم وله رجلان تدخل فيهما الرجلان ليس من خواص الكفار، فلبسه ليس من التشبه بالكفار، لكن لجواز لبسه شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضيقا بحيث يصف ما تحته، فإن اللباس الضيق الذي يصف ما تحته لا يستر العورة شرعا، مثل بعض البناطيل التي نراها عند بعض المسلمين يكاد الجسم أن يمزقها من ضيقها عليه، حتى أنك تتعجب كيف أدخل جسمه فيها، فهذه حرام ما تجوز، لا لكونها بنطالا ولكن لضيقها. والشرط الثاني أن لا تكشف شيئا من العورة، أن لا تكشف شيئا من العورة، فإن بعض البناطيل اليوم تكشف شيئا من العورة، فمن يعني الموديلات التي يحدثونها اليوم أن يكون البنطال ممزقا يكشف من الفخذ، ربما حتى كشف شيئا من أعلى الفخذ، وبعضهم الآن ينزلون البنطال عن السرة وتكون السرة مكشوفة، والسرة وما تحتها عورة، فإذا كان البنطال يكشف شيئا من العورة ولو كان واسعا فإنه يكون حراما، ومن ذلك أن يكون شفافا أيضا فإنه يكشف عن العورة. والشرط الثالث أن لا يتشبه به، أن لا يتشبه به بالكفار، يعني أن لا يكون هذا اللباس من ملبوس الكفار خاصة، إما كافر معين وإما يعني هذا اللباس بهذه الطريقة لا يوجد إلا عند الكفار، فإذا كان بهذه الصفة فإنه لا يجوز. يعني مثلا الآن يعني يقولون بنطلون أو بنطال المغني الفلاني من الكفار، هذا البنطال يعني هيئته خاصة، فلبسه تشبه بهذا الكافر. يعني قديما ما كنا نعرف البناطيل كثيرا، لكن كان في بنطال يسمونه شارلستون على اسم مطرب مشهور في ذاك الزمان في السبعينات، والآن في بناطيل تنسب إلى كفار معينين والموديل كما يقال له، فهذا لا يجوز لبسه لأن فيه تشبها بهذا الكافر. والشرط الرابع أن لا يتشبه بها بالفساق،
فلا تكون من ألبسة الفساق في البلد. فإذا عرف أنها من ألبسة الفساق خاصة فإنه لا يجوز لأهل الخير لبسها. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فكان البنطال واسعا لا يصف ما تحته، وكان لا يكشف عن العورة، ولم يكن فيه تشبه معين بكافر أو كفار معينين، ولم يكن فيه تشبه بالفساق، فإنه يجوز لبسه. ولا حرج في أن يخرج الرجل به، وقد يحتاج المسلم أن يلبسه، فلا ينبغي أن يضيق على نفسه. إذا كان الإنسان في بلد يؤذى فيه المسلمون أو من يلبسون القمصان الطويلة ويتعرض لهم بالأذى، وقد يتعرض لأهلهم بالأذى، فإذا لبسوا البنطال يسلمون من هذا، فلا حرج عليهم في لبس البنطال إذا سلم مما ذكرنا وتوفرت فيه الشروط الأربعة. نعم.